نروح على كهربا، قول لي التعامل مع كهربا، قول لي الكلام اللي قاله كابتن رمضان من شويه وما قالوش من شويه، ده كان عملي على ارض الملعب. قول لي صوره كولر اللي حطها طبعا ووراها كهربا طبعا. وانا امبارح قلت انه او النهارده الصبح قلت انه الراجل قبل كان حد من اصدقائي موجود في الفندق فقال له بيقول له مش عايز اوصيك على كهربا، قال له ده ماي سان، ده ابني. ويبدو ان الراجل بيترجم ده في الملعب وبيترجمه النهارده كمان على اعتقد على الانستجرام. الانستجرام مظبوط كده. انا هنا بقى عايز، ما انا كمان يا فارس من حقي ان انا بروز ناديه، طبعا من حقي ان انا بروز اخلاقياتي، خصوصا من حقي ان انا بروز مبادئي، ما عشان الناس تتكلم على المبادئ والقيم، ما انا بتكلم هنا اهو. طبعا اتفضل. طيب انا عايز اروح من حته حضرتك قلتها يلا. ونقول اذا كان كابتن شوبير على الهوا بيقول كلام مرسل ولا مش كلام مرسل، يلا. ان كولر اللي دخل في اكتر من صدام مع كهربا واكتر من عقوبه، هو فعلا لما بيقول ماي سان هو ترجم ده لحاجات كتير. هو مين اصلا اللي ادى فرصه لكهربا اللي موقوف 6 شهور صح ما بيلعبش كوره وغرامه عليه ماليه كبيره ما انتش عارف مصيرها، مديرين فنيين كتير جدا في العالم ممكن يجي يقول لك اللاعب ده لا مش مضمون، صح انا ما اعرفش هيدفع غرامته، ما اعرفش وضعه ايه، ما اعرفش البلان بتاعته على المستوى البعيد ايه، فهو خارج حساباتي. مين اللي جاب كهربا من ايقاف 6 شهور وراهن عليه واداله تحدي، مع ان لما نيجي نبص للسي في والهيستوري بتاع كهربا مع المدربين اللي قبله بما فيهم بيتسو موسيماني اللي ماشي وهو كهربا بره خالص السكواد، بيتسو موسيماني لو كمل كهربا ما كانش حكايه طبعا. نعم. بما فيهم فايلر نعم. اللي في وقت ومن الاوقات بعد ما حصلت مشكله السوبر اللي كان في الامارات وكان كهربا فيها خد موقف ضده. نعم. بما فيها سواريش. فلما نيجي نقول هنلاقي كلام كابتن شوبير هو كلام حقيقي للصوره اللي على الشاشه. نعم. ان كولر ناس كتيره جدا بتقول مدرب بيحب ويكره، لا. نعم. انا عايز اقول ان كولر مدرب مقارنه بمدربين كتير جدا منح كهربا ما لم يمنحه احد داخل النادي الاهلي الكهربا. نعم. ده حقيقي. نعم. واستحمله بدنيا وبعد المشكله اللي حصلت وكان الفرح اللي القصه واستئذان. نعم. كهربا من عدمه الراجل رجع وادى كهربا فين؟ في مباراه الزمالك. مظبوط. احنا طيب. رجعنا لعبنا. نعم. مباراه الزمالك الناس قالت كهربا بعيد، الناس لقت كهربا في المباراه. نعم. بيلعب. فانا عايز اقول ان النادي الاهلي هو نادي بيوصل رساله وبيوصل فكره وبيوصل مبدا مش داخل فكره ان انا بخلص على اللعيب. نعم. كابتن حسام حسن حكينا قبل كده في وقعه القاء التيشيرت في 94 ايه اللي حصل بعدها؟ نجم النادي الاهلي مكسر الدنيا. كابتن ابراهيم حسن بعد وقعه ايقافه، فيليكس في البطوله العربيه لما اتاخر في السفر في رجوعه. يا جماعه النادي الاهلي ما هوش بيتعامل مع اللاعب ان انا عايز اخلص عليه. انا بوصل موقف تربوي. وكابتن محمد رمضان انا عايز اقول ان هذا الرجل جمهور النادي الاهلي اداه كريدت. الموقف اللي فات جمهور النادي الاهلي انتصر لقرار النادي الاهلي متمثلا في قرار كابتن محمد رمضان. نعم صحيح. لان بان ان الراجل جاي يشتغل. الراجل مش جاي يهزر. نعم. الراجل هو اللي بيعلن العقوبه ودي رساله للجميع، ثم شعور اللاعبين ومشاعر اللاعبين مع كهربا وتعامل كابتن محمد رمضان فيما بعد مع الازمه. عايز اقول ان دي بدايه. طبعا اكيد في مديرين كره عظام قبل كابتن محمد. نعم. رمضان، ولكن كابتن محمد رمضان انا سمعته مع حضرتك وهو بيقول عايز اتخلص من اعباء المهام. نعم. انا عايز اقول له حاجه وعلى الهوا، استحملنا شويه. لا ما هو قال لك قدامي 3 4 شهور. نعم. يعني استحملنا ما شويه، ما هتكمل لاخر السنه، لان كابتن. نعم. محمد رمضان جاي في وقت اوضه لبس النادي الاهلي محتاجه شخصيه كابتن محمد رمضان. نعم. ومحتاجه هذا الشخص اللي محدش ممكن يقول ان هو بيعمل ده نتيجه حسابات او نتيجه ان هو بيحب ويكره. انما نتيجه ان هو شارب هنا يا النادي فارس الأهلي. ده اللي انا بقوله، انت بتعرف تربي ابنك. ده حقيقي، هو ده المهم، انك بتعرف تربي. هو حتى نفسه قال انا لما اشتغلت زمان كان في 3 4 لعيبه اكبر مني وانا كنت منهم. دلوقتي دول اصغر من عيالي. هو دايما حتى بيقول لك يعني عياله بتاع بلغتنا بطريقتنا. طبعا. انت يا ولد منا يعني احنا لنا طريقه كده يعني. طب على اساس معلش اسامه اسف بس لو هقول حاجه في حته انك تربي طبعا. ابنك ده، بص يا كابتن انا معلش مضطر اقول ده، احنا عندنا بندفع ضريبه حاجه فيها تساؤل بالمقارنه. نعم. انا عارف ان ممكن حضرتك ما تحبش تروح لده بس احنا لو عايزين نواجه لازم نقوله. شيكابالا في فبراير 2022 في مباراه السوبر في الامارات، وحط حضرتك حيثيه وابعاد المباريات بتلعب فين، بنقدم نفسنا للناس، ايه اللي حصل؟ الاشاره الخارجه اللي اكيد حضرتك فاكرها. ثم بنروح الكاس في مارس 2024 السنه دي في السعوديه، ايه اللي بيحصل؟ الاشاره اللي اتعملت في الملعب.
ثم بنروح للمباراه بتاعه السوبر في السعوديه، السوبر الافريقي، ايه اللي بيحصل؟ بيحرض اللعيبه على الانسحاب. ثم بنروح للمباراه الاخيره بتخرج ضده ايضا عقوبه. فهل ده نسق؟ حد يقول ان اي حد بيتجنى على شيكابالا في الكره المصريه وهو بتحصل اربع وقائع خارج مصر بالشكل ده؟ ده كابتن اجابه للي حضرتك كنت بتقول.